نروح بقى للاستاذ عمر عطيه، الكابتن عمر عطيه، عشان الكابتن عمر عطيه كنت ناوي ابدا بيه بس قال لي ما تعملهاش معايا وما تبداش بيا. فانا غالبا عشان ازنقه هكمل معاه الحوار كله تقريبا النهارده. عمر انت بتلعب في المانيا. اسم النادي ايه؟ اس اس بي اون. بدات معاهم من امتى؟ بدات كره ازاي اصلا؟ فانا طول عمري كنت عايش في كندا. وبدات كره ممكن لما كان عندي 3 سنين، ومن هناك كنت بلعب في كام نادي صغير في كندا، وبعدين رحت نادي اسمها برو ستارز في كندا، ومن هناك لقيت ايجنت، وبعدين من الايجنت بعت لي لالمانيا ومن 3 شهور بس، فانا بقالي 3 شهور في المانيا بلعب مع اس اس بي اولن. هايل. الفريق ده بيلعب في الدرجه كام؟ الفيرست تيم بيلعب في الثالث، واليونايتينز بيلعبوا في الثاني. ممتاز جدا. طيب تحت البوندسليجا.